بلغ خاتم النبيين والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وقاب قوسين ولا ومقام محمود ولا وألا كجندا فقرني ولا والشفاعة الكبرى كمالك وجنة كشابي كمالك وجنة الفردوس كمالك وساري جنتوں کا دروازہ کھلوانے والا وہ سب سے آگے چلنے والا وہ نبیوں کا نبی وہ نبیوں کا سردار وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن أول بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يضلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماقي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن يخربي بن يحزن بن ينهم بن إرعوى بن عيري بن زيشان بن عيسر بن أخنار بن إيهام بن مقصر بن ناحب بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائد بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملائيل بن حينان بن آنوش بن شيصر بن آدم عليه السلام والسلام بھائیو میرے نبی کا ہر طریق سارا نسب